الدوري هنا في مصر مع احترامي للدوري السعودي هنا افضل انا كنت لسه بالنسبه هسألك، لي انا. يعني انت لعبت في الدوريين، لعبت في السعودي ولعبت في المصري، شفت الناشئين هناك والناشئين هنا، ايه الفرق بين نظام اللعب هناك وهنا؟ بص احنا هنتكلم على الدوري السعودي والدوري المصري. طبعا لو هنتكلم فنيات متقاربه، ماشي، انا كان عندهم مدربين اجانب هنا، مدربين اجانب. ما تطوروا جدا انا بقول جدا لحضرتك وعندهم بل بالعكس، في مدربين مصريين لما بيروحوا الدوري السعودي حتى في بيتألقوا. الدرجه الاولى، يعني معظم مدربين الدرجه الاولى بيكونوا يتوانسه مصريين، تشوف مستويات غير اللي احنا. لكن انا العامل المادي لو اتوفر في الدوري المصري احنا الدوري بتاعنا يكون في حته تانية، العامل المادي بس ده اللي ينقص الدوري المصري. انت قصدك تقول وابتدى ان كواليتي اللاعبين جيد، بالظبط هو مفيش بالظبط فرق، لكن فكرة ان في صرف اكتر، بالظبط في تنظيم اكتر فيما يخص ماديات والعقود والحاجات، فاللعيب بيلعب للكرة فقط. بالظبط. اللي منجح الدوري السعودي المحترفين، احنا عندنا هنا في مصر اللي منجح الدوري بتاعنا اللعيبه المصريه زائد المحترفين، فديت هتكون حاجه او بوينت بس قويه متهيألي لينا احنا احنا. ما نحبش الدوري بتاعنا يكون بس كل محترفين. انا مثلا اصلا انا بغير شويه على الحاجات دي، انا مثلا ما احبش اقول اصل الزمالك في فلان وفلان دول احسن اثنين محترفين، واسماعيلي في فلان وفلان محترفين، طب لعيبتنا احنا هنروح فين؟ هنيجي في وقت نلاقي زي ما جه الفتره اللي فاتت من سنتين مثلا عند كاس العالم كده، قلنا مفيش فراوده مصريين، ايه ده؟ بالظبط مفيش فرود مصري ليه؟ لان كان كل الانديه الكبيره معتمده على فرود اجنبي، صحيح ففوجئنا ان مفيش فروق مصري. فاحنا عاملين المعادله شويه، مطعمين لعيبه محترفين جيدين جدا زي ما الزمالك فيه لعيبه محترفين لا غنى عنهم طبعا، ولكن مش هم بس اللي موجودين، صحيح صح؟ يعني لو جبت صحيح محترفين بس هنحس ان في عجز في المنتخب. بالظبط. طب هل افضل بالنسبه لك انك ترجع دوري مصري ولا تروح اوروبا الفتره الحاليه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، انا مش هعرف اروح اوروبا او اي دوري غير عربي غير من عن طريق الدوري المصري. بمعنى انت الدورين عندنا هنا متشاف، الدوري المصري متشاف من كل انحاء العالم، في كشافين، في ايجنت بيبص على الدوري هنا. محمد صلاح، طبعا كابتن محمد صلاح طلع من الدوري المصري، محمد صلاح والنني محمد صلاح وتريزيجيه خلاص، مصطفى اغلبيه محمد، بالظبط اغلبيه احمد محترفين. ياسر، كل الجيل اصلا ده احنا خلاص. بنتكلم ان انا مثلا كنت لعيب في الزمالك، دي حاجه دي بوينت بتكون قويه ليا. لعيب في الاهلي دي بتكون بوينت قويه ليا. طبعا ما اي بالك لعيب في ما اسم بالك كابتن كبير محمد يعني، صلاح، فاهم؟ طلع من نادي مقاولين العرب، نادي مقاولين العرب ما هو مش اهلي او زمالك او حاجه من القطبين، بس طلع صلاح حارب. حارب. دلوقتي هو كابتن محمد صلاح، الناس لما تيجي تبص تبص قطاع ناشئ مثلا في المقاولين العرب، عملوا مثلا اتفاقيه مع نادي مثلا بره في اوروبا. هو الدوري المصري متشال، والالتحامات والقوه والسبوت اللي في الدوري المصري يعتبر، انا بالنسبه لي الدوري المصري افضل دوري عربي.